السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايبكم حلقة ثانية، السلسلة سميناها بداية محارب. هو صح ان بداية مفروض انها تكون اول حلقة بس نسميها بداية محارب. شكرا على كلامكم في الحلقة الاولى، وادري ان المقطع الاول ما كان في المستوى صراحة، من ناحية اللعب جدا سيء، فاللي ما شاف الحلقة الاولى يشوفها، والحين بتشوفون تغيرات صارت فجأة. سويت بث على تويتش، اللي ما تابعني على تويتش تابعني، سويت بث وسويت تحدي كلفني حوالي 7000 كوينز، لكن شوفوا وش صار ومين طلع لي. بس خلصنا. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، انه يطلعنا لابن يبيض الوجه. يا رب بسم الله، يا رب بسم الله وعلى بركة الله. يا رب يا كريم انه يطلعنا لاعبن يستاهل. يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رب. يا عمري يا شيخ، يا شكرا عادل، شكرا، اقسم بالله شكرا يا قلبي. صباح الخير يا اخي، شكرا يا اخي، اقسم بالله يا اخي شكرا يا عادل. تنصحني اشتري بي سي ومايك دف؟ اشتر كل شيء، اشتري بعد بالمع يا عيال، يا عيال، صديق يا ساتر، والله شكرا. مثل ما شفتوا طلع لي سون وبيل باكج واحد. طبعا سون كلفني 280,000، كلفني بعته 280,000، 279,000، وبيل بعته ب 85. وهنا بعت اللاعبين الباقيين هذولي كلهم، بعتهم عشان بس يعني ما احتاجهم مره. وهنا جابري خسوس شريته وبعته لانه ما عجبني مره، فكان سعر 66، شريته ما ادري بكم والله. حاليا بسوي تغيير معكم في تشكيله، تشوفوا تشكيلتي. اوكي، طبعا هذه هي تشكيلتي مثل ما تشوفون. عندي هنا ريتشاردسون شريته اول ما جمعت الكوينز في البدايه قبل ما يطلع لي بيل وسون. هنا شريت فاردي ب 93,000، جدا غالي صراحة، توقعت أرخص من كذا، لكن كنت بشتري مارسيال أغلى، حوالي 200,000 شيء زي كذا. هنا زياش راح أبيعه بعد شوي، جيمس على سعره 1700 كوينز، أقسم بالله إنه أسطوري على سعره، أوكي؟ زاها وراح أبيعه بعد شوي، كل ذا اللي راح أبيعهم راح تشوفون تشكيلة وش بسوي بالضبط. هنا فابينهو جدا أسطوري، لكن مشكلته بطيء، أوكي؟ أول شيء بنقلب التشكيلة 4-3-3، ليش بقلبها كذا؟ عشان أبيع ريتشاردسون. ريتشاردسون ما قصر ابدا، لكن راح نبيع ريتشاردسون وراح نبيع شاري ب 47 58 500. اول لاعب لازم نبيع الحين، مكسب 10,000 كوينز، شاري 49,500 تقريبا، حول 8,000 9,000، فالحمد لله 8,500 جدا جدا كويسه. خلينا نشوف صدمه عمر سعره، ادري انه صدمه عمر. اوه والله غالي، والله غالي، بس يقولون انه يستاهل. 5 نجوم مهارة، 4 نجوم قد مضيفة، فاشوف انه يستاهل صراحة. في مطور 83 مو طبيعي، لكن راح نشوف سعره، تقريبا هو حدود ال 80 وحدود ال 70، فنشوف هو بيرخص اكثر من كذا، متاكد من هذا الشيء. اوكي، شرينا ماكس من ال دبليو زي ما نبغى الحمد لله. فالحين وش بنشتري؟ بنشتري لاعبين وسط، هنشوف سيسوكو، غالبا انه ب 40 او 30 غالبا. يا ساتر والله غالي، حدود ال 40,000، والله غالي يا اخي، حرام. اخيرا شريناه ب 42، اخيرا. طبعا الكل يمدح، الكل يمدح حرفيا، اللي يسال عن كيميتش ما ينباع عندي، طلع لي في باكج من تحديات وما ينباع، وطاقته 88، فيمدي انا استفيد منه في تحديات. وقالوا لي هل تبون اسوي تحدي حق لاعب برشلونه اللي هو فيتو، اتوقع شيء ما نسيت اسمه صراحه، ما اعرف اسمه. خلونا الحين نلعب اول درفت، بسم الله. بغيت العب لعب فردي، لا عبر الشبكه، بسم الله وعلى بركه الله. اول 15,000 نصرف على درفت، ويا رب يا كريم ان طلعنا تشكيله خرافيه، وغالبا اني ابغى هذه التشكيله، احس انها كويسه، لان السي ام ما يعتمد عليه اعتماد كامل، لان الاطراف هنا في اللعبه لازم معك اطراف حرفيا في هذا الجزء. اوكي، طلع لنا بيل، وطلع لنا مارسيال، وطلع لنا كين، فبروح مع مارسيال صراحه، صراحه ودي اجربه، فبجربه الحين باذن الله معكم. وصلاح، ومع صلاح. اوكي، خلينا نروح الطرف الثاني يسار. اوكي، في ديمبلي فرنسي يا حبيبي، يا حبيبي. اهلا بالدوري الانجليزي، يا لبي يا شيخ، يا لبي، والله يا انه شكله جامد، شكله جامد، يبغانا والله. جلس اللي ابغى اجربه، طاقات خرافيه، والله طاقات خرافيه، يا ساتر ايش قاعد اشوف انا، والله العظيم كذا مشكله.
كذا مشكلة. ميسي ولا ورنر؟ انا بروح مع ميسي. الدبل اللي عندنا ديمبلي، اوكي، فيمدينا اغير واطبه بداله ميسي، لكن ورنر ماني بدخله مكان مارشيال، لان مارشيال كويس كيله كامله متكامله، باقي المدرب، فباذن الله ان نوصل فيها شيء كويس باذن الله. اوكي تشكيله، هذا مع تيليس دفاع جدا خرافي، الوسط عنده ها سي دي ام هذا مخرب، لكن عنده بنيدر، اللي ما يعرف بنيدر فيفا 20 بيعرفه فيها 21. الله يعين. وروحي صلاح صلاح صلاح، ما تضيع ما تضيع يا صلاح. الله يا ابو مكه الله يا ساتر. كذا ما ادري ايش صار، انقطع التصوير. ان شاء الله انها كويسه الحين. سجل هدف، قاعد اشوف الشاشه الثانيه. اخ يا القهر، اخ اخ اخ، باذن الله نعوض باذن الله. مشكله عنده تيليس. اكفى. الله يقطعها بالهدف، يقطعها بالهدف. الحمد لله يا رب، الحمد لله سلكت. يووو يا مارشيال، عشان كذا مختار اول لاعب، عشان كذا مختار اول لاعب. العب العب العب، اقسم بالله العظيم اسطوره 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 يا مارشيال اسطوره. يا ساتر يا ساتر اللاعب، الله العظيم انه اسطوره. شكلي برجع ديمبلي وسط، والله العظيم ما ضغطت ولا شيء. خطيرة. والله قال لكم خطيرة. حاشرني ما اقدر اسوي شيء. لا حرام ذي حرام. يوه والله نقشته في الغلط، كنت ناوي اغير لاعب. ضجت تنقيشة جامدة. يو يا الجول. يقطع ام الهدف يا شيخ. يا ساتر الهدف، اقسم بالله متعة. يا عمري النقلة. يو يا الن. يو يا مجنون. يو اقسم بالله مجنون ذا اللاعب. ايه تفنى تكفى. لا. يا ساتر. خلصنا اول مباراة الحمد لله بفوز. الحمد لله يا رب. وهذه تشكيلة الخصم الثاني. سلكان اقوى من كذا ما فيش. يوه يا مارشيال، يا مجنون يا مارشيال، عشان كذا اقول لكم مجنون الله، مجنون خرافي. جول. روح يا ميسي تكفى. هي ميسي رد على الدون، رد عليه. تكفى برناردو. حرام تضيع، حرام. يا تصيب. تكفى. اخ ما في حد طالع معه ميسي. فاول عليش او كرت اصفر عليش؟ احمر. والله ضغط اكسات والله. حلو قعدني ما فكرت. اقسم بالله يستهبل، والله ضغط مثلث قدام، والله اقسم بالله ضغط مثلث قدام. الله ياخذ الكرت هذا حق برناردو سيلفا، ما ادري كيف جاء. تكفى اوباميانغ، تكفى يا اوباميانغ تكفى. يوه ابو صلاح حرام، شلون صدها وشلون؟ اقسم بالله ما ادري شلون صدها. قلت جول. يا الله يا القهر. طرد اقسم بالله قاتل. شوف كيف الاحصائيات، والله قريب منه. المره الجايه راح تكون تشكيله اللي سويناها قبل شوي، اللي قبل الدرافت باذن الله بنلعب فيها، فلا تكسرون بالدعم الله يسعدكم. وراح نفتح الحين الباكج. فزنا مباراه واحده 7-5، باكجات جدا سيئه، لكن ان شاء الله يطلع منها شيء يعني. اوكي هذا لاعب 5000 باراديس،
ما ادري وش ذا التعليق لا تعليق، وما ادري هل بقدر ادخل الشامبيونز او لا، لكن اذا دخلت في الشامبيونز ما اظن اني ادي صراحه. 18 فوز 16 فوز هالحدود، لان تشكيله مو بواو ولعبي اصلا عادي او اقل من عادي بعد. يعطيك العافيه على المشاهده، ان شاء الله استمتعت بالمقطع. حاولت اني ما اسوي تشكيله، بس حاولت اني العب درافت وكذا، فادينا الامانه. لكن اللي ما اشترك في القناه يشترك، وباذن الله نكثر من هذه السلسله اذا تبون نكثر منها واذا عليها دعم. فيعطيك العافيه على كل شيء، نشوفكم على خير، سلام.